बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराइयों से पनाह मांगने की दुआ बाहवाला मुअज्जमे कबीर, हदीस नंबर 810, फजीलत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूं। मिन यौमिस सूई व मिन लैलतिस सूई बुरे दिन से, बुरी रात से, व मिन साअतिस सूई व मिन साहिबिस सूई बुरे वक्त से, बुरे साथी से, ومن جار السوء في دار المقامة और रिहायशी घर के बुरे पड़ोसी से। اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة أستغفر الله، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة أستغفر الله. اللهم إني بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة أستغفر الله. اللهم إني بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة أستغفر الله. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي آمين. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 14/3/2022. अल्लाहु अकबर।